السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في الشابتر الثاني اللي هو Rigid Bodies Equivalent Systems of Forces. الشابتر هذا حنشوف المحاضرة رقم 5. المحاضرة هذه حنشوف System of Forces، حنشوف Reduction to a Force and Couple، يعني حناخذ مجموعة من القوى اللي هي System Forces حنعوضها بقوة واحدة و Couple واحد. طيب هنشوف كيف الطريقة بتكون. مثلاً أول شيء هناخد System of Force، يعني Any System of Force، يعني مثلاً السيستم هذا بيعتبر System of Force. ليش؟ لأنه هو يمثل مجموعة من القوى. مثلاً القوة الأولى اللي هي F1 موجودة في A1، والقوة F2 في A2، والقوة F3 في A3، يعني كل قوة موجودة في نقطة معينة. الهدف متاعنا أن بنعوض كل القوى هذه من الثلاثة، قوة الثلاثة هذه في نقطة واحدة ثانية مختلفة اللي هي النقطة أو. طبعا حنجمعهم كل القوى، يعني حنغير لهم مكانهم، نفس القيمة بتاعت القوة بنفس الخاصيات اللي هي Direction and Magnitude F1، نفس الشيء بالنسبة ل F2، بالنسبة ل F3 كل غيرنا لهم مكانهم، يعني غيرناهم كلهم حطيناهم في نفس النقطة اللي هي أو زي ما شايفين. لكن لما نغير لهم مكانهم لازم كل قوة بينضاف لها عزم. مثلا القوة F1 صح أن غيرنا لها مكانها، لكن انضاف لها عزم اللي هو M1، يعني F1 و M1 هذا من الاثنين يمثلوا نفس القوة F1 لكن هي الموجودة في النقطة الثانية A1. نفس الشيء بالنسبة ل F2 الموجودة في A2 هنعوضها بعزم اللي هو يعني M2، والقوة اللي هي F2 هذا من الاثنين بيمثلوا يعني القوة هذه لكن في نفس النقطة أهو. نفس الشيء ال F3 في النقطة A3 هنعوضها في نفس النقطة أهو، قوة F3 وعزم M3 اللي هما هذا من الاثنين مع بعضهم يعوض. يعني بصفة عامة نقدر نجمع الحين القوة مع القوة والعزم مع العزم. لما نجمع القوة مع القوة حاصل محصل اللي هو الريزلتنت، ومجموع العزم اللي هو M لكن كلهم في نفس النقطة أو، يعني الريزلتنت هي تساوي مجموع القوة كلها اللي هي مثلا في الحالة هذه F1 و F2 و F3. بالنسبة للعزم حيكون مجموع العزم اللي هو R cross F، يعني لما نجمعهم لازم يكون R مجموع بتاع R cross F. يعني إذا كان أي سيستم مجموعة من القوى يمكن نختصرها إلى شيء يعني هو نفسه اللي هي الفورس كوبل سيستم، نسميه هذا سيستم of force، يعني يتكون من الفورسز بس. حنعوضه يعني هذا مجموعة من الفورسز عوضناهم بسيستم ثاني لكن هذا يتكون من فورس واحدة ويتكون من عزم واحد، عشان كده نقول انه اختصرناه الى فورس وكوبل موجودين لكن الاثنين في نفس النقطة زي ما شايفين في نفس النقطة. طيب شفتوا الانطلاقة كانت من سيستم فورس الى ان وصلنا الى فورس كوبل سيستم، يعني شوف يعني غيرنا السيستم بتاعت القوة الى قوة واحدة و عزم واحد كوبل واحد. طيب هناخد مثال على ذلك علشان نفهم القانون هذا. مثلا عندنا الحالة هذه عندنا فيها أربع قوى اللي هي هذه قوة 150 نيوتن، هذه 600، هذه 100، هذه 250. عاوزنا نعوضهم القوة هذه إلى كوبل في النقطة أي، وقوة واحدة وكوبل إلى قوة وكوبل، يعني system force and couple. طيب المحصل متاعت القوة حتكون قوة واحدة اللي هي الريزلتنت زي ما شفنا هي المجموعة متاعت القوة. حنجمع أول قوة اتجاه الفوق يعني حتكون 150، وهذه نازلة تحت حتكون ماينس ماينس 600، والمية هذه الفوق حتكون بلس ناقص 250، يعني المجموع المحصل متاعها حيكون ناقص 600 نيوتن، يعني حتكون قوة نازلة وقيمتها 600 نيوتن. حنعوض بها كل القوى هذه لكن كلهم حنعوضهم فين؟ في النقطة A، يعني المحصلة بتاعت القوة وين حيكون؟ حيكون في النقطة A. طيب بالنسبة للعزم، طيب هذه القوة زي ما قلنا اللي هي ريزلت 600 رسمناها في النقطة A اللي هي زي ما كم شايفين اللي هي هذه. نرجع الحين للعزم، العزم حيكون سيجما R كروس F. هنبدأ بأول قوة، أول قوة كم تبعد عن المسافة A، لأن ما ننسى أن حنشتغل في النقطة A زي ما اتفقنا في النقطة A، يعني بالنسبة للنقطة A بالنسبة للقوة الأولى اللي هي قيمتها كم؟ قيمتها ناقص 600، يعني هذه ناقص 600 حنضربها بالواحد
فاصل 6. شايفين القوة ناقص 600 اللي هي هذه، نضربها في المسافة اللي هي 1.6. أوكي، وحنضيف لها القوة الثانية اللي هي 100، اللي هي طبعا تبعد مسافة 2.8 متر، يعني 2.8 أكروس 100 نيوتن اللي هي القوة. القوة الثالثة طبعا اللي هي 250، لكن ناقص 250 لأنها نازلة المسافة 4.8. لكن في قوة نسيناها اللي هي 150. ليش ما أخذناها 150؟ لأنها موجودة على النقطة A، شايفين موجودة على النقطة، يعني المسافة R هتكون صفر، علشان كده حذفنا القوة هذه. طيب لما نجمع هذا كله بنحصل ناقص 1880 نيوتن متر، يعني أصبحت النهائية يعني القوة الأربعة هذه اللي هي System Forces عوضناها بقوة واحدة اللي هي Resultant اللي هي هذه في النقطة A، وكبل واحد اللي هو ناقص 1880 نيوتن. يعني هذا هو يعني كيف نعوض قوة مجموعة من القوى إلى كوبل وفورس في النقطة احنا يتم اختيارها. طيب نكتفي بهذا القدر وشكرا لكم.